المتذكر من نفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذي يقبل هذه الذكرى يا إخوة وهذه التذكرة والموعظة من يخشى الله عز وجل ويعلم أنه ملاة الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وهذه أيضا صفة أهل الإيمان، أهل الدين، أهل الإسلام. ويتجنبها من؟ الأشقى. الأشقى يا إخوة هذه صفة الكفار، صفة المنافقين الذين والعياذ بالله أشقوا في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى دائما وصف الأشقياء أو كان وصف الأشقياء لأهل النار. قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار. إذن هذا الأشقى هذا الكافر والمنافق والفاجر الذي غلب عليه الشقاء. ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تخيلوا هذا عذابه، أن النار يعني الله عز وجل يصليه بالنار، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا هناك يصلى الله عز وجل ماذا قال عن أبي لهب؟ سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذا كناية عن إيش؟ شدة العذاب والعياذ بالله، وأن هذا العذاب مؤلم موجع لهذا الشقي الذي كفر بالله عز وجل وباليوم الآخر. يصلى النار الكبرى، هذه النار كبرى والعياذ بالله عظيمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني أخبر عن النار، قال ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني هاي البراكين اللي شايفينها في الدنيا لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة عياذا بالله. وقال في حديث آخر يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام يجرونها مع كل زمام 70,000 ملك. كل زمام يعني الزمام الذي تحمل به جهنم مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هذه جهنم. ثم لا يموت فيه ولا يحيا. هذا الكافر الشقي الذي يصلى النار الكبرى لا يموت في نار جهنم فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، كما قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكما قال الله عز وجل حاكيا ما فعله أهل النار لمالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، يعني يريد أن نرتاح يعني ينهينا، قال إنكم ماكثون. وقول مالك خازن النار إنكم ماكثون كما ورد في بعض التفسير يقول لهم إنكم ماكثون بعد قديش يا إخوان؟ بعد 1000 سنة. يعني الله سبحانه وتعالى يوبخهم يعذبهم. لماذا يا إخوان؟ لأنهم كفروا بالله وأصروا على الكفر بالله وحاربوا أولياء الله وصدوا عن سبيل الله في الدنيا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذا هؤلاء أيضا الله عز وجل قال عنهم في سورة المؤمنون لما قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها، خلص يا رب يعني مش قادرين. يا إخوان هذيك المرة أنا سبحان الله الواحد لازم في الدنيا يتذكر دائما أحوال الآخرة. ركبت في السيارة في عز الظهيرة، تعرفوا الواحد لما يجي يركب في السيارة وهي مغلقة الحم والحر الشديد فيها، فالواحد سبحان الله يتذكر الحر الآخرة كما قال تعالى للمنافقين قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالله عز وجل ماذا قال للكفار في سورة المؤمنون؟ قال اخسروا فيها ولا تكلمون، يعني توبيخ ما بعده من توبيخ. وفي سورة عمة اللي هي سورة النبأ قال تعالى فذوقوا فما فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذا هذا حال الكافر الشقي والعياذ بالله لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، أفلح فاز ونجح ونجا من تزكى، من زكى نفسه من الأخلاق الرذيلة وذكر اسم ربه فصلى، داوم على ذكر الله سبحانه وتعالى وصلى وحافظ على الصلوات في أوقاتها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وامتثالا لشرع الله عز وجل. وبعضهم بعض المفسرين قالوا كما ورد عن قتادة
قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، معنى ذلك أي زكى ماله وأرضى خالقه. يعني استدل أن نزكي هون التزكية ولا معناه أو من الزكاة زكاة المال، لكن القول الأول أقوى، لأن الزكاة يا إخوة يعني لم تكن حينها مشروعة في العهد المكي، شرعت الزكاة في العهد المدني. كما قال تعالى أيضا في سورة فصلت عن المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون، قال بعض المفسرين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بتطهيرها من الأخلاق الرذيلة وأرض الأخلاق الشرك والعياذ بالله، الاعتقاد النجس هذا، كما قال الله عنه في سورة التوبة إنما المشركون نجس، نجس أي اعتقادهم هذا بالله اعتقاد نجس والعياذ بالله. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم. وهذا يا إخوة خطاب للكفار، كذلك الآن حال بعض الناس ممن هم من أهل الإسلام يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. قال بعض السلف لأبي حازم، أبو حازم هذا كان واعظاً زاهداً، قيل له ما لنا نكره الموت، ما لنا نكره الموت، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. هكذا حال بعض الناس يعمر الدنيا يعمر يعمر ويجمع المال، لكنه كما قال الله عز وجل عن هؤلاء الصنف في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بتلاقي يعني ينهمك في الشغل والعمل والتعب طيلة هذا اليوم، عندما يريد أن يصلي طلع على صلاة نقر ينقرها يا إخوة، والله رأينا أمثال هؤلاء ينقرونها نقرة، يعني تكاد الأربع ركعات أربع ركعات قد يعني تحتمل مع دقيقتين. عندنا أهل الإسلام الآن بعض الناس يعملون يكتفون ليلا ونهارا للأسف، ولكنهم عن الآخرة هم غافلون، لا مش كلهم، لكن هناك فئة من الناس هذا حاله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة إخوة الله عز وجل ما قال عنها والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الحياة الدنيا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة هي الدار الباقية وفيها الحياة الصمدية الباقية إخوة. وقال مؤمن آل فرعون قال ماذا قال؟ قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة دار القرار، دار القرار. هذه الدنيا يعني الإنسان يعيش فيها 60-70 سنة ثم ماذا بعد ذلك؟ القرار هناك يا إخوان، النعيم المقيم في الجنة عندما يتنعم الإنسان في جنات النعيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طب ما معنى هذه أو هاتين الآيتين؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا الذي ذكر في سورة الأعلى، قال العلماء معنى يعني هذا أن هذه المواعظ المذكورة في سورة الأعلى هي مثبتة في الصحف الأولى، مثبتة في الصحف الأولى، فهي مما اتفقت عليه الشرائع السابقة وأثبتها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أي هكذا كان مذكور في صحف إبراهيم عليه السلام وفي التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كقوله تعالى في سورة النجم، ماذا قال تعالى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هذا الكلام ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا موجود في صحف إبراهيم وموسى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.